اليوم هذا يوم مهم كبير في تاريخ المجمع الصناعي بتاعنا بتاع فادركو، هو عبارة عن إمضاء عقد جديد مهم، اللي هو إنشاء مصنع خامس مصنع للمجمع والرابع في ولاية سطيف لإنتاج الورق الصحي avec une capacité اللي تفوت 30 ألف طن، هي حوالي 33 ألف طن سنوي. هذا المجمع راح ينتج هذه الطاقة، راح تصبح الطاقة بتاع المجمع تفوت 60 ألف طن بعد إن شاء الله في 2020، هي حاليا ب 30 ألف وراح تصبح أكثر من 60 ألف طن. راح المجمع هذا راح يقوي الطاقات الإنتاجية بتاع المجمع بتاع التحويل، وراح يكفي أكثر من حاجيات الوطن من تحويل الورق الصحي. الغاية من هذا المشروع هو حتى في البداية تكون حوالي 50% من الطاقة الإنتاجية تكون مخصصة للتصدير. للتذكير، المجمع اليوم حاليا يصدر كمية محدودة من هذا المنتوج من الورق الصحي. للتذكير، احنا صدرنا حوالي 5000 طن خلال هذه السنة 2018، ولكن الطلبية كانت تفوت 15000 طن ما كناش قادرين نلبيوها. الجزائر بلد عنده طاقة متوفرة من ناحية الغاز والكهرباء، هي مادتين مهمة في إنتاج الورق الصحي، لهذا اللي يخلينا نكون عندنا أفضلية في الأسعار. وكان في عندنا حتى من ناحية استراتيجية هذه الشراكة مع المجمع السويدي، اللي هما معروفين فنلندي وسويدي عالميا، رقم واحد عالميا في equipment في المصانع لإنتاج الورق الصحي كما بدأ خامة. عملنا معهم المشروع الأول للدشن في 2015، واليوم ان شاء الله مضينا العقد باش نبداو المشروع الثاني. يرجع يخلي فادركو تصبح أكبر شركة في المغرب العربي من ناحية إنتاج الورق الصحي، وخامس شركة في الحوض المتوسط في التصدير من ناحية تصدير الورق. راح نكون عندنا إن شاء الله حوالي أكثر من 20 ألف طن من الورق الصحي متوفر للتصدير. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى هي اللي خلتنا نعمل هذا المشروع في ولاية سطيف، في مدينة سطيف، لأنه وجدنا كل التسهيلات من ناحية العقار، من ناحية هنا في ولاية سطيف كل المساهمة، ومن حتى من الجامعة، جامعة سطيف، باش نلقى المهندسين اللازمين في باش يقوموا بهذا المشروع، لأن فيه في الشراكة، في عقد الشراكة، برامج تكوين مهم في السويد للمهندسين اللي راحين يكونوا يمشيوا هذا المصنع هذا إن شاء الله. فيه عقد شراكة مهم في السويد معهم باش يعملوه. اليوم المجمع من ناحية التصدير عمل قفزة كبيرة في هذا 2018، ولما كما سبق لي أن قلت أنه كان في عندنا كميات محدودة، قدرنا نصدر من الورق الصحي إلا 5000 طن، ولكن طلبية من الخارج كانت ب 15000 طن. البلدان اللي نصدر فيها اليوم حاليا بطريقة متواصلة هي عبارة عن بلدان جنوب أوروبا كإسبانيا، اليونان، فرنسا، وفي عندنا بعض طلبيات وين صدرنا حتى إلى ساحل العاج، لكوت ديفوار في إفريقيا، والطوغو. ولكن لازم تكون احنا عملنا هذا إصدار هذو كل ليزيكسبورتاسيون باش نتعرف على السوق الخارجي. والآن عملنا كل دراسات بتاع السوق اللي تخلينا نعرف باللي ممكن الآن نزيد نقوي الكمية الإنتاج نتاعنا، نضاعفها بعد 18 شهر إن شاء الله من اليوم هذا، يوم العقد رايح يبدأ المصنع الثاني بتاعنا في سطيف، اللي راح ينتج أكثر من 30 ألف طن من الورق الصحي، واللي يوفر لنا حوالي 20 ألف طن ككميات للتصدير.
رقم من ناحيه الارقام احنا صدرنا حوالي هذه السنه 2018 ممكن راح يكون حوالي 7-8 مليون دولار في التصدير، ولكن لازم تكونوا عارفين باللي التحدي اللي خديناه في المجمع انه 2023 ان شاء الله بعد 5 سنوات 30% من رقم الاعمال للمجمع راح يكون ديديكيت، لازم يكون موجه للسوق الخارجي خارج الجزائر. اليوم هو اللي معناها حوالي 30 مليون دولار راح في 2023 ان شاء الله احنا نعمل عليه باش يكون للتصدير. نقلنا في 2010 الى سطيف، ونقدر نقول لك نعطيك رقم من 2010 ل 2018 انشأنا الحمد لله 3 مصانع، وانشأنا وخلقنا 1000 منصب عمل هنا في سطيف. هذا ما كان يقدر يكون ممكن، كان ما فيش تسهيلات في الاستثمار، والحق لقينا هنا في مدينة سطيف في ولاية سطيف مناخ استثمار ملائم اللي يكون أعطانا كل هذه الدفعة هذه باش مشينا. وهذه اليوم رمزيا الوقوف تاعنا اليوم بمدينة سطيف لإمضاء العقد هذا الجديد في سطيف، وجبنا كل الشركاء تاعنا إلى مدينة سطيف مش في العاصمة، وهذه ما عندها رمزية قوية فعالة في لازم تكونوا عارفين. حتى سنة 2015 الجزائر كانت تستورد أكثر من 80% من الحاجيات نتاعها بتاع الورق الصحي. ابتدينا المصنع الأول هنا في سطيف 2017 ابتدينا التصدير، معناها لبينا كافيات الطلب اللي كاين في السوق الجزائرية وقع عندنا فائض للتصدير. 2018 ما كانش عندنا الطاقة باش نصدر حسب الطلبية اللي كانت متوفرة من الأسواق الخارجية، معناها لو ديفي اي سورمونتي، معناها الأشياء شيء ممكن، هذا مش حلم مش ديماغوجية ولكن حقيقية وأرقام. اليوم حاضرين معنا اليوم في اليوم هذا العقد حاضر معنا الممثل وزير الصناعة اللي هو الأمين العام لوزارة الصناعة، وحاضر معنا البنك الوطني الجزائري اللي هو البارتنر بتاعنا في الاستثمارات اللي هو يقدر يأكد هالأرقام هذوما كل. ولكن أكثر من هذا، كل التسهيلات الآن والكل المانوفر اللي يتعملوا لفتح الأسواق، احنا ابتدينا نشوفه دائما في الجزائر، نشوفه على السوق الشمالي اللي هو أوروبي، وابتدينا عندنا 3 سنوات نشوف على السوق الجنوبي والحدود الجزائرية، ونشوفه باللي فيه فرص غير متخيلة على التصدير وعلى الانفتاح على سوق أكثر من 380 مليون نسمة اللي هو سوق إفريقيا الغربية، لافريك دو الويست، 380 مليون دو كونسوماتور. لازم الجزائر من اليوم رانا نستعدوا، عندنا الان البنيه الصناعيه وحتى اللوجستيكيه اللي ابتدينا الان نسمع نخدم نعمل عليها، رانا نجهزوا نفسنا لي بوغ لوفي لي ديفي تاع السنوات هذه، خاطر رايحين رحل التفتح. لازم الشركات الجزائريه الصناعيه تجهز نفسها بقوه باش تروح لهذا التحدي. وهذا التحدي نقدر نقول لكم احنا مشينا للسوق نواقشوت اللي موريتانيا، وحنا اليوم نصدر اليوم في تونس ليبيا المغرب السنغال موريتانيا بطريقه دوميه دون مانيير ريغولير، ونقدر نقول بلي فيه رد فعل من اسواق هادو اكثر من ايجابي. لهذا اللي خلينا احنا نستثمر اليوم صناعيا في الجزائر، نقوي الاستثمار نتاعنا باش نعمل احسن جوده بأحسن تكلفة، ونضاعف الكميات نتاعنا وفرص الكميات للتصدير.